وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة ضيف اليوم، وضيفنا لليوم إعلامي مجتهد، هو رئيس تحرير موقع بتجرد وناشط على السوشيال ميديا، معنا من لبنان إلي أبو نجم. أهلا وسهلا فيك بيلا سوشيال. مساء الخير رون، أهلا فيك ومساء الخير لكل مشاهدين قناة أبو ظبي. شكرا إلي، خلينا نبلش دغري معك بالحديث. أنت ما شاء الله عليك على السوشيال ميديا جدا نشيط، عندك أكثر من 250 ألف متابع على تويتر، أكثر من 130 ألف على إنستغرام، الموقع الإلكتروني يلي أنت مسؤول عنه كمان نشيط كتير على السوشيال ميديا، يعني منوع. أنا بدي أسألك بالبداية لنعرف الناس عنك، يلي ما بتعرفك شو الأقرب لألك، إلي نجم السوشيال ميديا ولا إلي الإعلامي أو الصحافي كمان مثل ما بلشت؟ للصراحة روني كلهم قراب مني، يعني ما فيني أختار واحد منهم، يعني لأنه بعتقد انه كل لقب من هول يلي قلتهم، انا ما كثير بحب الالقاب، انا إلي ابو نجم بس نقطه على السطر، بس أوكي. كل هول بيعملوا شخصيتي اليوم، يعني بشكلوا شخصيتي المهنيه. طيب إلي، انت من وجهه نظرك كيف بتقيم ادائك على السوشيال ميديا؟ يعني بتعتبر نفسك نشيط، جريء، مسالم؟ ما بعرف، انت بدي منك جوابك انت. روني انا كل هول، انا بس بدي فيني يكون جريء، وبس بدي فيني يكون كتير مسالم، بس بتعب جهدي بأغلب الأوقات أنه يكون على مسافة واحدة من أنه يكون جريء ومن أنه يكون مسالم. إلي، بعد فينا نحكي اليوم عن منافسة بين الويب سايتات الفنية ولا خلص نقلت صارت كلها على السوشيال ميديا؟ لا، ما هي اليوم السوشيال ميديا عززت هذه المنافسة زيادة، يعني اليوم صار الموقع الفني مرتبط اصلا بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، فاليوم قويتك انت بالموقع هي قويه الماده يلي انت عم بتقدمها ويلي عم بتسوق لها على السوشيال ميديا، فالسوشيال ميديا اجى مكمل للماده يلي انت عم تقدمها عبر الموقع، وعزز المنافسه بين المواقع اكثر، ما في استمراريه من دون منافسه، ما حدا بيستمر، ما في موقع ممكن يستمر بلا منافسه، بس اكيد المنافسه يعني تكون منافسه شريفه. صح. طب انا اليوم لاحظت شغله، يعني انه نوعا ما عمل الصحافه والاعلامي صارت اسهل مع وجود السوشيال ميديا، يعني خليني اوضح لك اياها شوي، يعني اليوم السوشيال ميديا صارت خزان لاخبار يوميه خاصه فنيه، يعني الفنانين ما شاء الله عليهم خاصه بفتره الكورونا كانوا كل الوقت على السوشيال ميديا وبعدهم، فاليوم صار الصحافه والاعلامي مش عم يعمل مجهود اضافي تيجيب سكوب تيجيب خبر هو الوحيد اللي بيعرفه، صار بيفتح السوشيال ميديا وبياخذ كل شيء، صح؟ غير صحيح، رح اقول لك ليش. لانه الاخبار يلي انت بتجيبها من السوشيال ميديا او المعلومات يلي انت بتجيبها من حسابات الفنانين عامه عن السوشيال ميديا كرمال تنقلها على موقع اخبار او على موقع فني مختلف كليا عن شيء اسمه سكوب او عن خبر انت بتكون جايبه حصري من الفنان، فما في شيء اسمه انه بطل الصحافي يعمل مجهود، في صحفيين هن قرروا يبطلوا يعملوا مجهود ويتكلوا بس يستندوا على الاخبار يلي بيجيبوها من السوشيال ميديا، وهون هون بيجي الغربال وبغربل، وهون المنافسه بتحسم نفسها. حلو، طب هل وصلنا لمرحله اليوم صار فينا نقول فيها انه كل شخص هو موجود على السوشيال ميديا هو ناقد فني؟ لانه كل واحد بيعطي رايه وكل واحد صار عنده المنصه تبعه. يعني انا كنت ناطر هذا السؤال لانه حابب جاوب على هذا الموضوع. يلا. مع الاسف لانه السوشيال ميديا عالم مفتوح كثير، ولانه مين ما بده اليوم بيقدر يعمل حساب، ان شاء الله بيقدر يعمل حساب مزيف او بيقدر يعمل حساب باسمه، في كثير حسابات اليوم بتقول انه هي حسابات ناقده موجوده على السوشيال ميديا كرمال ينتقدوا، وما بيكونوا بصورهم ولا بيكونوا باسمهم الخاصه، وفي ناس ظهرت مؤخرا عبر السوشيال ميديا ونصنفت حالها انه هن نقاد. اليوم الفرق بين انك يكون عندك كارير، يكون عندك انت مسيره تعبان عليها وعامل اسم بمحل من المحلات وانت دارس ومعلم لحتى لما تعطي رايك يكون مبني على اسس، مبني على امور فنيه بيور، صح، من انه انت طلع على بالك تطلع تفتح حساب على السوشيال ميديا وتحكي اللي بدك اياه واخر شيء تصنف حالك ناقد. هون انا بوجه العتب على الفنانين عامه، هن لازم يعرفوا يميزوا بين الناقد وبين الناشط، لانه في فرق بين ناشط وناقد. إلي، بدنا نرجع نحكي شوي هيك عن الصحافه والاعلام والفن يعني بنفس الوقت، قد ايه برايك اليوم الفنانين بعدهم بحاجه للصحافه وللمواقع الفنيه؟ لانه صار مثل ما قلت قبل شوي بكل بساطه عندهم هن كمان منصه بيقدروا يحكوا ويعبروا ويصلحوا، يعني اذا طلع خبر يعني صار هن عندهم مواقعهم الخاصه، هل هيدا الشيء اثر كمان؟ هلا هو يمكن بمحل من المحلات غير
وعزز شوي اكثر موقع الفنان على الاونلاين او موقع الفنان على ما هي سوشيال ميديا، هي ميديا ما هي اسمها ميديا. مزبوط. فعزز شوي اليوم منبر الفنان اكثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمعلومات يلي هو بده يوصلها، بس هذا الشيء ما بيلغي وجود الصحافه، وهذا الشيء اليوم الفنان ما بيقدر يقول عن حاله كل شيء. ولا ماني بحاجه للصحافه الاعلام. مزبوط. هو ما بيقدر، لا ما بيقدر يقول عن حاله كل شيء، بيقدر ينزل صور، بيقدر يكتب معلومات، بس ما بيقدر يكتب انه عمله حلو، ما بيقدر ينتقد عمله. صح. ما بيقدر يقول انه انا لا اخفق هون وهون نجح. هيدي مهمه الصحافه. فمشان هيك قد ما بدها تقوى مواقع التواصل الاجتماعي وقد ما بدنا نتقدم اكثر بالاونلاين، الصحافه ما فيها تلتغى بهيدي الطريقه. الاونلاين ما بيلغي الصحافه، بيكملوا بعضهم 100%. للي بيعرف يستعملهم صح. اللي هلا ذكرتني بالديباجة او النقاش اللي بيصير دائما، انه هل الراديو رح يلغي المجلات، وهل التلفزيون رح يلغي الراديو والمجلات الورقيه او الجريده، وهل الانترنت رح يلغيهم كلهم. وتبيننا هلا انه قد ما صار في تطور وقد ما تطورنا وكل شيء صار اونلاين، ولكن بعد في جمهور لكل منصه، ومجبورين نحترم هذا الشيء لانه ما حدا بيلغي الثاني. خليني بس اعلق على شغله شفنا قبل شوي، مجموعه صور لك مع الفنانين والمشاهير والممثلين كمان. صراحه انا اول شغله لفتتني انه قد ايه علاقتك القريبه مع هالفنانين والمشاهير بتحد من حريتك. يعني انت اليوم عرفت انك تعطي رايك بكل صراحه بكل تهذيب، هذا اهم شيء، ولكن اليوم بس شخص يكون قريب هالقد من فنان او من ممثل بضل عنده شويه الحسابات، حسابات الصداقه يعني مثل ما بيقولوا. الفنان يلي بده يكون اصدقاء مع صحافه بيعرف كثير منيح انه ما بيقدر يحد له من رايه، وصداقته فيه ما بتأيده. اليوم لما هول الصور يلي انت شفتهم، باكد لك انه الاشخاص والشخصيات يلي شفت صوري معهم، يلي شفتني موجود معهم، هول الشخصيات ما بأيدوا لي حريتي. لو بأيدوا لي حريتي كصحافه ما كنت شفت صوري معهم. الي قبل ما نختم، بيطلع لنا خبر سكوب للبرنامج؟ اكيد. يلا. بدي اقول لك انه راح اعطيك سكوب عن فنانه انا كثير بحبها. وفنانة كمان بحب ركلة عبر برنامجك وعبر قناة أبو ظبي، النجمة اللبنانية كارول سماحة يلي فازت بجائزة فاتن حمامة بمصر على الأداء بدور فيلم بفيلم بالصدفة. بدي أقول لك أنه كارول عم تحضر مفاجأة كتير كبيرة. بعد ما أعلنت عنها، هو عمل فني ضخم كتير. أوكي. رح تعمل عنه خلال كم يوم، ورح يكون يعني رح يكون بديسمبر، يعني رح يبصر النور بديسمبر ان شاء الله. ان شاء الله كل الفنانين بيرجعوا هيك شوي شوي على الساحه الفنيه، اشتقنا لهم يعني صراحه، واشتقنا يعني للاعمال وخاصه الاعمال الكبيره كمان. بدك تقلي كيف سكوب؟ انه منه سكوب هيدا عمل فني، لا هو منه البوم، يعني هي منه البوم غنائي لاغاني عاديه، ومنه اغنيه سينجل، هو عمل فني ضخم له ريليتد بمناسبه معينه، رح تكشف عنه كارول خلال كم يوم. شكرا لي على هالمعلومه وسكوب الحلو. اكيد نحن ناطرين كارول سماحه وجديده، وبدي اتمنى لك توفيق بكل الاعمال. روني انا بدي اشكرك اول شيء، وبدي اقول لك انه انت اليوم على التي في وعلى السوشيال ميديا وبالمنابر يلي بتطل فيها، انت خير مثال لكيف الشخص لازم يتعامل مع السوشيال ميديا ومع التلفزيون. نحن يعني انا كثير كنت مبسوط انه كنت موجود معك. شكرا. نحن كمان بدي اقول لك انه يعني الله يقويكم وتضلكم بهيدي الهمه، لانه مهمتكم منا هينه. شكرا. كلك ذوق يا الي، ونحن اكيد رح نبقى نتابع كل اخبارك ونشاطاتك على السوشيال ميديا. شكرا مره جديده لك. ثانك يو لك.